أعزائي المشاهدين، دائما من مدينة أكادير، ولكن اليوم بالصدفة كنتلاقاو مع الراقي سلطان. بإذن الله سلطان المشرمل. الراقي سلطان، وما أدراك ما الراقي سلطان، اللي كيخلق ضجة في كل خروج إعلامي ديالو. درنا مع تحسموس حوار، صيفط لنا هو فيديو ديال توكوسكوس اللي خلق ضجة حتى هو. اليوم انا بغيت نقرب المشاهدين والمغاربة من سلطان. سلطان، مرحبا بنا عندك، ولا مرحبا بك عندنا، ولا مرحبا بنا عند البحر، ولا عند خالتك عيشة البحرية، ولا جي الغواص جيني. وعد تحسموس متر ناجور هو اللي مسؤول على هذه المنطقة. شنو نقول لك اخويا، سلطان راه معروف فهمتيني. سلطان سلطان كيعرفوك الناس، كيعرفوك راقي راقي، عندك واحد الميزة خاصة ديالك، عندك واحد الطباع خاصة ديالك في الرقية ديالك، في الكلام ديالك. انا غنحاول نمشي انا وياك شوية بعيد. سلطان، انت كيفاش جيتي للرقية؟ كنت ديجا يعني هضرت في هذا الموضوع، قلت يعني كان الاخ رحمه يعني في الميدان، وقلت راه الميدان تفرض عليه يعني بحكم اني خصني نعاونو، هذا يعني اختارت نمشي فيه. حيت انا في الاول ما كنتش يعني معتقد ومطمئن انني كاع نكون في هذا الدومين هذا، حيت كيجيني زعما شويه ما، لكن ملي دخلت لقيت هادشي يعني بصح الناس كيعاني وخاص ضروري اللي يساعد. كتلقى بزاف ديال الناس كيقول لك الرقاه اكثر من الجنون كذا، فهمتيني، الرقاه اكثر من الجنون، ولكن راه ماشي اكثر من المشعوذين اللي كاينين، ماشي اكثر من السحورات اللي كيتخدموا في النهار، فهمتيني. بالفعل انا متفق معك. غير رجعوا للحياه الخاصه ديالك، غنغوص معك شويه في الحياه الخاصه ديالك. سلطان معروفه عليك بسلطان المشرمل، هذا الاسم ما جاش من فراغ، من طريقه الكلام ديالك. انت قبل ما تمشي للرقيه، واش كنتي واحد الانسان منحرف، واحد الانسان اللي ما تابعش طريق الله بالعربيه، كتشرب كتكمي كتدوزي هذا الشيء، دوزي التعربيط، دوزي الحيحه؟ لا، وانا قسما بالذي لا اله الا هو، انا ستار ديال النفحه عمرو تحط في يدي، فهمتيني ولا لا؟ ولكن الشراب شربتي؟ عصير ماشي من غير العصير، ما شربتش شي حاجه اخرى زعما، ولا لا ما عمرني شربت، ما عمرني ولا البليه ما عمرني والو، انا ما تهضرش معايا شي البليه، اكون هاني فهمتيني. المضاربات ممكن، داكشي راه عادي، اي واحد كيقدر يتضارب، وهذا لا فاصون ديال الهضره بحكم البلايص اللي كبرت فيهم. و فين كبرتي؟ انا كبرت في الزاروكات، يعني في حي مولير، في لاله مريم، لاله مريم. من بعد تحولت لجهه اخرى، هي كانت شويه واعره فهمتيني، كانت البلاصه شويه واعره، الدروه وهذه معروفه بالمشاكل وداكشي اللي كيوقعوا فيها، ولكن بحال تقول خالتي هنا شويه قباح واعرين فهمتيني. يلا الطباع ديالك والسلوك ديالك جا من يلا من انا خديت منهم غير الطباع والسلوك فهمتيني، ولا قباح يعني الزعامه ماشي القباحه. ولكن في نفس الوقت انا راه انسان عادي يعني، انا ما واخا ملي مشيتي لمجال الرقيه، واش حفظتي القران؟ مشيتي في هذا الباب ديال حفظ القران، ولا خديتي غير الايات اللي كتعلق بالرقيه؟ في الاول دخلت على اساس غادي نعاون غير الاخ، فهمتيني يعني تنظيم استقبال كذا، شويه حجامه دوز في دورات تكوينيه وهذا فهمتيني. بقيت انا شاد غير في حدود استقبال ودورات يعني الحجامه وهذا، والناس اللي عندهم استفراغ ولا اعشاب، هادشي هذا كان في الاول. انا دخلت الدومين ديال هادشي ديال الرقيه وهذا، ما انا ما جيتش ونقزت مثلا قريت كتاب صافي وتلاحيت فهمتيني، شي خمس سنين وانا غير كنشوف فهمتيني مع خوك. خمس سنين وانا كنشوف الحالات، كنميز، كندرس هاد الحاجه واش فعلا كاينه واش هادي ما كايناش، كنسمع معاناه ديال الناس، دوك المواقف والكوارث اللي كتوقع اليوم مع الجن وهذا، وكنلقى الانسان يعني صادق في كلامه، ما كاينش شي واحد باغي يجي يضيع رزقه ووقته في الخاوي وبدا يتوهم شي حوايج اللي ما كاينينش، واش فهمتيني اخويا. لكن كاين بعض الاسر اللي كتكتشف ان مثلا خاصه القضيه في الدريات، كتكتشف ان الدريه كتبدا
الحالات اللي تطيح ليهم وهذه في الاخر كيكتشفوا انها كتمثل، واش ما كيطيحوش عندكم في هذه الحالات؟ كاين اللي تفضلت لها البكره ولصقتها في الجيل العاشق فهمتينا خويا، يعني كاين هاد اللقطه راه بعض المرات كنلقى الجنون بريئون مما افتري عليهم واش فهمتيني ولا لا؟ كاينين هاد المواقف، وكاين اللي مثلا كاع الفشل غيلصقوا في الجنون وفي التابعه وفي العين وهذا، ولكن راه كاينه التابعه والعين والسحر وهادشي حتى هو خدام فعلا. ملي كتلقى سحر مثلا في تعطيل العمل، وراه فعلا كتلقى داك الانسان راه كان غادي مزيان في خدمته وغادي منضبط وكلشي ميسور، هذا حتى كتلقاه بين عشيه جين وضحاها مشى دي ميسيونا مشى صافي حبس الخدمه طلع له الزعاف ولا نافر ما عندوش خاطر يدخل ديك الخدمه، الا دخل كيبدا يترعد ولا يوقعوا ليه شي حوايج. الواقع اصاحبي ما كاينش شي واحد من الناس مثلا اللي متابعيننا ولا هذا ما عارفش هادشي راه فعلا كاين، حيت كاين اللي مدوزو هذا غير التليفونات اللي كيجيو لي يوميا والفوكالات ديال كل واحد شنو واقع ليه، وهذا راه تسمع هادشي هذا راه غتقول خاص كلينيك خاص سبيطار سبيطار ديال المخزن ديال هادشي هذا. واخا انت بديتي تدرجتي بديتي مع الاخ ديالك شويه مشيتي درتي سميتو المحل ديالك بوحدك؟ لا انا كنت ديما تحت الجناح ديال خويا، انا ما عمرني فت خويا فهمتيني، حتى توفى الله يرحمه عاد باش كمل ديك الساعه. لا ملي توفى خوك كنت وقفتي واحد المده؟ وقفت واحد المده حيت تكبوا عليا فيها كاع الكوارث والمصائب من حيث لا تدري. هذوك الكوارث اللي بغينا نعرفوا واش من كوارث كانوا كيتكفوا عليك؟ بزاف يعني قالوا لي انت في هذيك المده انت تشرملتي بالعربيه قباحيتي. ماشي انا نفهمك واحد القضيه، تقدر الانسان ملي من خلال الهضره ديالو كتحس انه داز في شي حوايج ودوز شي مواقف اللي ما بقاش شي حاجه غيخاف منها من ورا داكشي اللي داز عليه فهمتيني ولا لا؟ صافي كتلقى وصل لواحد النيفو ديال ما بقاش شي حاجه كتخلعو. اش غيوقع؟ حبس عادي بحال الربح بحال الخساره، موت غادي نموتو غادي نموتو فهمتيني ولا لا؟ يعني ما كتبقاش عندك مهم ولدرجة انك ما كتفكرش في المستقبل، كتفكر غير في صافي الدنيا سالات. لا دابا كنفكر في المستقبل، ولكن لا في ديك الوقت كانت سالات اخويا سلام سالات ديك الساعة سالات، ما بقاش عندك علاش غتعيش اصاحبي. ملي جيت نضبط ونقلب دخلتي في حالة احباط في محاولات ديال انتحار يعني حريق ضربت ما يكونش سميتو الجن هو سببك فيها. انا جايك اصاحبي ضربت في البحر صافي باغي نسلك، حاولت نقلب انا على شي حوايج اللي ما كرهتش ندخل بهم للحبس يعني ونغرق في الحبس بالسنين حتى لهالدرجة ولو كنا على الباطل اصاحبي، ما باغيش ندير شي حاجه اللي نتحاسب بها عند الله، ولكن غير على الباطل بحال الدنيا كضياخ بك كتولي ما باغي تهرب من كل شيء، باغي تكون بوحدك تشد غير السجاده وقران وتصلي وتتموت. كيفاش خرجتي من هذا؟ حيت بديت كنكتشف ان داكشي اللي كنت انا وصلت ليه في ديك المراحل والمشاكل اللي تكبوا عليا وهذا الشيء اللي خلاني نتضغط، بديت كنلقى داكشي راه عنده علاقه بالسحر وعنده علاقه بالجن وكانوا انتقامات، وبديت كنجبد سحورات ديالي فهمتيني. انا جبت 17 سحوره ديالي سحري لك شي اشخاص واعترفوا يعني راه عندي تسجيلات ديالهم كيعترفوا ليا وكانوا كيسحروا حتى خويا كيديروا لي اسحار ديال القتل فهمتيني، ولقيت طرقات اخرين حتى هما تصاوروا مع عند هذوك خياش يعني حتى هما كانوا كيسحروا ليهم، ولكن كي اللي غتقول لي هادشي ما غيدخلش لي لدماغه فهمتيني، غيقول راه واقيلا جاب هاد الحجه باش زعما وهذاك الشيء عشتو انا ما صافي ما بقاش كنجبدو. فتي ديك المرحله بديتي حياه جديده؟ بديت حياه جديده وحتى في الدومين بحال تقول تضلعت فهمتيني في الميدان يعني خديت خبره مزيان ومن المواقف. شوف انا كل ما جبت السحورات ديالي ما غنعرفش نخدم هاد الخدمه ديال دابا، نجبد مثلا سحورات ديال الناس وهادشي فهمتيني ولا لا؟ شنو اللي كيميزك سلطان على باقي الرقاد؟ والله الا انا عبد من عباد الله يعني انا ما كنشوف شي تميز غير انا كنعيش بطبيعتي يعني ما كنبغيش ندير شي بريستيج وشي بروتوكول يعني على قبل باش بنادم يعني فهمتيني يفهمني وداك الشيء فهمني كيف ما انا عزيز عليك انا اخوك ما حملتينيش الله مسامحة صاحبي. وهي بصراحه انت عزيز عليا بلا ما تكون حتى شي حاجه بيناتنا والله العظيم انا ماشي تنقولها لك دابا، انا اشهد الله ان انت عزيز عليا رغم ان ما تلاقيناش قبل، كنتي عزيز عليا علاش؟ على ديك التلقائيه ديالك، التلقائيه اللي عندك ما كتصنعش
تحكي تلقائي، كتكون في الحوارات تلقائي، شفت التلفزيون تلقائي. ف انا اللي غنسولك عليها سلطان، انا استضفت واحد العدد ديال الرقات كما عرفتي، انا كان عندي برنامج سميتو مع الرقات، ضربت فيه واحد العدد ديال البرامج ولكن خافوا ما بقاوش قادرين يجيو عندي، فهمتي؟ اللي غنسولك عليه، حرجتيهم واقيله في شي حاجه؟ ماشي حرجتهم، حرجتهم بزاف د الحوايج اللي ما قدروش يجاوبوا عليها. غنسولك واش انت كدير طريقه ديال الرقات الاخرين، وديك الرقيه الجماعيه؟ دوزت واحد الوقت، فهمتيني؟ دوزت واحد الوقت وكنت كندير فيها 4 سوايع ديال الرقيه. هي كتبان لك انت هذيك طريقة ناجعة، ان بنادم يدير ديك الطريقة ديال الرقية الجماعية؟ دابا في الوقت اللي كنت كنديرها كانت كتبان لي ناجحة، فهمتيني؟ ولكن ملي فتها بانت لي ما ناجحة ما والو، يعني غير الروينة هي مفيدة لشي وحدين، يعني ما كيتأثروش في نص ساعة ولا في ساعة، فهمتيني؟ كنتي تأكلوا فلوس الناس بالباطل؟ لا، كنت خدام، كنضرب تماره مع الناس، فهمتيني؟ وما كتاخذش مع شي واحد شي حاجه صح. يعني الرقيه الجماعيه ما كتفيد حتى شي حاجه. لا راه قلت لك انا اغلبيه الرقاد دابا ياكلون اموال الناس بالباطل، ملي كيديروا لهم ديك الرقيه الجماعيه، وكاين الناس اللي مشاو بعيد كاع في ديك الرقيه الجماعيه، وان بغيتي دير الرقيه الجماعيه كاين اللي كيدير 50 درهم 100 درهم، واحد السراقي ولا كيدير لهم 500 درهم في الرقيه الجماعيه، عاد الفرديه حديت ولا حرج. واش ما كيبانش لك انهم كياكلوا فلوس الناس بالباطل بصراحه سلطان؟ لا انا بصراحه انا نعطيك الفكر ديالهم هما كيفاش كيفكروا في ذاك الوقت. دابا هما كيبان لهم داكشي اللي كيديروا في ذاك الوقت راه هو اللي صح. باقي دابا كيديروا؟ لا، كيبان لي هو ديك الحصه اللي كيدير هو بداك الثمن وبداك هو داك الثمن ديال غتقول لي 500 درهم في رقيه جماعيه بزاف، شي الا بقات واقفه ب 50 درهم ولا 100 وكان كيقدر يسرطها بنين، وكان كيطول وما كيديرش واحد العدد ديال الفوضى، كيولي شي يضرب شي وحده كتجر وحده من شعرها، فهمتيني؟ واحد كتلقاه كيبرك، الاخر كيتشقلب كيدور على راسو، يعني الا كانت غير محدوده مثلا في واحد 5 الناس ولا 6 ممكن يديرها الا كانت غتفيدو بالنسبه للوقت اللي كان غيطول، فهمتيني ولا لا؟ ولكن هي انا المهم انا بطريقتي دابا كل واحد غيحكم على راسو، كاين اللي كتبان ليه هو مفيده ليه ونافع الناس، انا كتبان ليا ما نافعاش. ما نافع حد. كطول على بنادم في العلاج بلاص ما غيداوى في شهر كيولي خاصو يداوى في 5 سنين، فهمتيني ولا لا؟ وصافي الجن كيبقى يلعب معاك، حيت دابا الجن الا انت ما عرفتيش هو باش داخل راه ما غيخرجش اصاحبي، الا بقيتي غير تقرا عليه باش تعذبو انت كتعذب فيه في المركز كيمشي هو يعذب الاخر في الدار، فهمتيني؟ بحال انت ساد عليك انا في واحد البيت ودير السيروت في جيبي وكنضرب فيك بشي عصا كنقول لك خرج، وانت ترى تقهرتي من العصا راه كتمشي حتى للباب باغي تخرج كتلقاها مسدود كتعاود ترجع تصبر العصا، واش فهمتيني؟ بغيتيني نخرج وحل لي الباب اصاحبي من نخرج، واش فهمتيني؟ هذا ما فاهمينش وانا ما نقدرش نفهم، حيت دابا حتى انا ملي كنبغي شي رساله نوجهها لشي راقي ولا رقاص، يعني غير باش تصنتوا لينا اصاحبي، حنا بغينا نفعوا الناس اللي كانت هذه النيه وتصنتوا لينا نعطيك داكشي اللي عندي ياك، زيدوا على داكشي اللي عندك نفع به الناس اللي كيجيو عندك، ماشي لا ما انا ما ناخذش من عندك، كاين تكبر شويه فهمتيني؟ ها اللي ضرب قميص نقي وركع حديده صافي ما يرضاش بك حتى باقي معلوك، فهمتيني؟ ومنهم عداد اللي الصراحه العلاج كيطول ربما ما تيكونش نافع كاع، فلوس ديال الناس كيبقاو ياكلوا فيها 20 ألف فرنك الحصة على الأقل، هذا اللي ما داير والو، وكيبقى يديه ويجيبو 10-15 حصة، فهاد الناس خصهم يعيدوا الحسابات ديالهم مع ريوسهم. قول لي يا سلطان، أخيب المواقف اللي تعرضتي ليها وأنت كدير الرقية؟ الباطل، فهمتيني؟ أنت شي وحدة تبغي تلعب عليك شي باطل، فهمتيني؟ عاودنا شي موقف ولا شي وحده كيكون مصيفطها لك شي حد باش تلوح لك الباطل، فهمتيني؟ باش طيحك في شي موقف اللي غيدمرك. داكشي علاش انا ملي دخلت كازا بغيت نبدا خدام ضربت جوج كاميرات، وحده فوق من راسي واخرى فوق من داك اللي مريض، وعاد باش ضروري خاص يكون معاك محرم ممنوع تدخلي بوحدك واخا تكوني غايده لك اللحيه يعني ماشي غا ملتزمه وشاده، واخا تكون عندك اللحيه اختي غاجيبي معاك شي واحد يكون قبيح باش لا درتها ولا يعطي لها امي ما يعاودنيش، واش فهمتيني ولا لا؟ يغلب معايا الشيطان اصاحبي هي هي جايه عندك بوحد، كيقولوا داروا الشيطان في قرعه، لا كذوبه شي الا كنتي درتي انت لا الا كان هذاك الدار في قرعه انا اش غايديروا لي الشيطان قال لك راه سلم
شكون اللي قال لك اخويا؟ قال لك تحوسموس، قال لك راه صافي ابليس تاب. هي البريكولات اللي جايين ما نخدموهمش حنا ولا كيفاش؟ هي العشيره ديالو كامله تابت. شي اللي قال؟ قال لك راه العشيره ديال ابليس كلها تابت. هي السحاره غيوليو يبيعوا سايكوك. كلشي غيديميسيوني في 2021. مشكله هذه. ما عرفت اخويا الا كان تاب الله يسهل ليه مسكين. قال لك مشاو ليه، مشى ليه تحوسموس واحد القبيله فرعونيه وبقاو معاه في المفاوضات حتى 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 تعب. واش نقول لك؟ حسبي الله ونعم الوكيل. انا ممكن دابا شوف دابا تحوسموس ما عرفناش حنايا تحوسموس، هو ما كاينش المساله ديال تحوسموس، انا ما دخلتش هي لدماغي فهمتيني، ولكن خلي الدري يدبر على راسه قلبوا على الدري. كاينه مفاجاه اخويا سلطان ملي غادي يرجع لكازا باذن الله، كاينه مفاجاه كبيره في هذه القضيه ديال تحوسموس، ما غاديش نقولوها دابا ولكن غنخليوها للمشاهدين حتى يشوفوها. سلطان كتضرب مع الجنون بالليل ولا بالنهار؟ الا كان بالنهار فت داك السطاج ديال الضرب مع الجنون وحالات زعما كيضربوا داك الشيء، بالليل ضروري غتضرب مع الجنون. تخيل معايا انت عندك واحد سميتو ميمون ودير فيك خبله لا بالليل لا بالنهار، انا راه مضارب مع 14,100,000 جن فهمتيني، يعني ضروري غنكون مسجل خطر ومحطوط على الابليس اللي جاب هذا ياخذ 5000 اورو. بلاتي بلاتي يا سلطان، كاينه واحد المساله بزاف المغاربه ما تيعرفوهاش. كنهضروا على الرقات، كنهضروا على راه كاين واحد النوع ديال الرقات اللي تيكون خدام خدمه اللي كتضر الجن، هذا النوع ديال الرقات. وانا كانوا عندي اصدقاء ديالي اللي عايشتهم من الصغر اللي تكرفصوا في البيوت ديالهم، حقيقه هادشي، ماشي خيال. هذاك الراقم اللي تيكون واحد المسجل خطر كما كيقول عند عالم الجن كيحاربوه بكل ما اوتوا من قوه، وهو وزهره الا كان محصن راسو. واش هادشي كاين ولا لا سلطه؟ انا والله ما غنكون مبالغ الا قلت لك انا اكثر واحد تاديت لحد الان في هذا الدومين هذا فهمتيني. انا ما عارفش كل واحد شنو داز عليه، لكن ما بانش لي غيكون داز عليك اكثر من داكشي داز عليا فهمتي. والخسائر اللي مثلا خسرت بزاف ديال الحوايج. عاود لي شي مواقف كيطراو ليك مع الجن. مع الجن والله ما عرفتش نقول لك، ولكن راه داك الشيء لا يعد ولا يحصى. شي موقف وقع لك زعما بحال موقف فاس، شي حاجه فاس ما غتشوفوش ولكن شنو لا كتحس بشي حوايج فهمتيني. كاين شي فلاشات كيوقعوا، شي رعب كتعيشوا ضروري، هما كيختبروك فيه باش يعبروك يشوفوا شي رعب عشتي شي. دخلت لواحد الدار وبداو كيتخبطوا عليا بيبان وشتراجم وهذا، وكنحس بهاد الرجل اليمنية بحال شي حد شدها ليا وهزها بحال بغا يرفعني. بحال داكشي ديال الافلام. هذا ماشي باش غطلع. دابا الناس كيجيهم هادشي غيجيهم هادشي ضرب من الخيال، هو راه حقيقة والله العظيم إلا كيعيشوها بعض الرقات ماشي كلشي. اللي هو اللي عرباز وها كيرون وهذا راه ما غيعيش هادشي، يلاه غيخدم يدخل صرايفة وسلام. أما اللي خدام يعني كيآدي، هو كيآدي كيأدي الجن ضروري غيتآدى فهمتيني. ما يمكنش مدى أي حرب مادام فيها مكاسب ففيها خسائر فهمتيني. شنو علاقتك مع عائشة؟ عائشة ديال الكوفيتير ودي الشاب خان عائشة البحرية. قالوا لي كانت كتعشقك. هو أنا كنحترمها بزاف من هذا المنبر حيت حنا وسط البحر. غادي نخرج وغادي نطردك على عروقي ما تخممش، ولكن ماشي غير عائشة، ترى عائشة هما دارت محاولات معك. محاولات اش؟ سلطان ما تشرملش عليا، ما تشرملش عليا. مراودات دارت مراودات. مراودات ضروري، تقدر تلبس لك شي وحده دير لك مراودات فهمتيني، وممكن هي تجيك في منام وهذا ضروري يكونوا مراودات. راه ما يمكنش اصاحبي تراك في الطومين كله خطر، تراك تلقى واحد عنده غير عين عنده واحد التهيج اللي خطير وديما مثلا استحلام بزاف ديال الاحلام ومراودات اللي كيشوف يمشي يتزوج ممنوع عليه الحوش ما ياكلش زعما الحوش. هذا هو سلطان المشرمل
فالحديد ديالو كله ما تيعرفش شنو شي ضربه في يدي زعما مش ضربه ما تيعرفش شنو هي شي حاجه يهضر معاك بالمعقول وحتى يسالي الحوار وضروري ما يدخل الضحك والتفليه في الحوار ديالو. كون كنصرح لك وصفه ديرها في الدواء غنضحكك غنجيب شي مريض وناشط. اعزائي المشاهدين من قلب البحر مدينة أكادير سجلنا هذا الحوار مع سلطان الراقي سلطان توكسكس ما بقاش مشرمل ولا توكسكس في انتظار أننا غادي نديرو حلقات التوعية ديال المغاربة في هذا الباب ديال الرقية الشرعية باش يستافدوا باش ما يبقاوش يغلطوهم هذوك الرقات اللي كيضحكوا عليهم وباذن الله غادي تكون الفائده للجميع. اعزائي المشاهدين شي كلمه اخيره سي سلطان مكحل البارود عزيز عليه الخيل والبارود الله العظيم غنحط لكم واحد اللقطه في الاخر ديال سلطان وهو كيهضر باللغه العربيه وكيمثلها مع راسه. أعزائي المشاهدين كان معكم في التعليق الحراب عبد الكبير وراء الكاميرا سفيان مستقيم إلى اللقاء. من المعلوم بجلاء أن صحابة رسول الله نجوم غبراء كما أن الكواكب نجوم السماء رسم معالم مكانتهم ودافع عنهم كتاب الله وشهد على عدالتهم رسول الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم من قطع الوحي حتى تاب الله عليهم وأكرمهم وشاع في الخافقين ذكرهم والثناء عليهم فليس لأحد أن يغمزهم بعد قول الله ثم تاب عليهم وليس لأحد أن يتقصدهم بسوء بعد أن أكد رسول الله فضلهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ونهى عن سبهم وأذيتهم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحده زكاهم الله والمعصوم أدبهم أولئك القوم أطهار وأبرار ما أرهف السمع إن غنت مغنية أو هزهم طربا عود ومزمار يرجون جنات عدن والخلود بها جنات عدن بها حور وأنهار لا يركنون إلى الدنيا وزخرفها ما همهم درهم فيها ودينار رضوان ربي عليهم دائما أبدا ما غردت في غصون الأيك أطيار أطيار لو كان فيهم الموت يقبل فدية كان الفداء أهلي وأولهم أنا والذي أنزل الكتاب وأجرى السحاب وهزم الأحزاب وسبب الأسباب إنهم رجال لا كالرجال والرجال يتوقون لزمن الرجال إذا ذكر هؤلاء الرجال تواضع القادة وسكت الزعماء تاريخهم في الشرق والغرب اعترف بهم الأعداء مثل الأصدقاء هذا أبو بكر الصديق سل الأرامل عنه والغريب وسل عنه المساكين والأضياف والجار لم يبق في بيت المال شيئا إلا أنفقه ينفق ماله كله لله ويبقي لأهله الله ورسوله من سبق الورى فضلا وتصديقا منذ أسلم الذي سمت به إلا تنصروه فقد نصره الله عمر بن الخطاب يقف الفاروق في محرابه فإذا ما أطبق الليل مضى يطعم الجوع ويأس البؤسا عمر الذي بجهاده حلم السبهما حكيم بليغ قوي شجاع لا يعرف الجبن ولا الخوف صارم حازم جازم عازم الذي وافق حكمه لولا كتاب من الله ما تمنى عمر الذهب ولا المال بل تمنى ملاقات الرجال. Thank you.
وذا عثمان بن عفان رضي الله عنه، بر عطوف على العافين ديدنه، بذل وجود وإنفاق وإيثار، يجهز جيش العسرى ويشتري للمسلمين بئر روما، يواسي المكروم في كربه ويعينه في محنته وفقره، ويعتق عبيده. عثمان شهيد الدار الذي منه استحيت ملائكة السماء، عثمان الذي شملته إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، عثمان ذو النورين، فما زال ينفق حتى نال ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. علي بن أبي طالب الذي أحبه الله ونزل فيه إنما نطعمكم لوجه الله. علي ضحى بمهجته فدى النبي المفدى ليلة الرصد، وفئة لم يجدوا ما يجودون به فجادوا بالدمع. بمثل هذه الأخلاق تفتح النفوس، ويولي ليل الهوان بظلامه والعبوس، وترتفع راية الله في أرض الله بعد أن ارتفعت في النفوس. فلا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذروها منه. زهدوا في الدين وأقبلت الدنيا بكل ما تملك وراءهم وهم يرفضونها، وأرادتهم الدنيا فلم يستجيبوا لها، فرق الله بهم بين الحق والباطل. لهم الثلثان من قلبي وثلث ثلثه الباقي، وثلث ثلث ما يبقى وما في الثلث والباقي. يا رب أسكننا فسيح جنتك، والنار نجنا منها برحمتك، واغفر لنا ما كان من ذنوبنا، وزين الإيمان في قلوبنا. والحمد لله على الإنعام بنعمة التوفيق والإتمام، والأجر والإخلاص في الأعمال نسأله من صاحب الأفضال، فكل شيء فهو منه وإليه، والخير لا نرجوه إلا من يديه. ثم الصلاة والسلام الأبدي على النبي الهاشمي محمد والآل والأصحاب أجمعين، يا رب وألحقنا بهم آمين، يا رب وألحقنا بهم آمين. وسلم الله القبول والهدى والعفو والصفح عن الذنب غدا، وأن يقيل العثرات والزلل، وأن نكون مخلصين في العمل.